استعاذة بالله من كل شيطان وبسملة باسم رحيم رحمن رب عالم خالق للأكوان صلاة وسلاما على النبي العدنان صلاة وسلاما على النبي العدنان محمدا ابن عبد الله رفيع المقام سفي البنان بدأت ببسم الله والحمد أولا صلاة وتسليما على أشرف الملا محمدا الهادي الأمين وآله وأصحابه والتابعين ومن تلا. وبعد أيها الإخوة الأحباب أحباب محمد خير الصحاب وخير من مشى فوق التراب وخير من تلفع في ثياب وخير من ضمه التراب وخير من خاطبه رب الأرباب الذي رقاه وعلاه وثقفه ونظمه وزكاه ومن فوق سبع سماوات كلمه وناجاه وضمه إلى حضرته البهية وأبناه وأعطاه حتى أرضاه فقال له ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها المستمع الكريم، ما أحوجنا إلى فهم صحيح الدين والعمل بسنة نبينا الكريم الذي قال عن نفسه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقالت عنه السيدة عائشة رضي الله عنها كان قرآنا يمشي على الأرض، وفي رواية أخرى كان خلقه القرآن. أيها المستمع الكريم، نحييكم بتحية الإسلام، وخير ما نبدأ به القرآن الكريم. آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا القارئ والمبتهل باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد المهدي شرف الدين. ادعو الله معي أيها المستمع الكريم أن يفيض الله عليه من الآيات والذكر الحكيم، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فليتفضل. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج الله يا شرف الله يسعدنا الشيخ وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. الله يا سيدنا، الله يا مش محمد، الله يا قارئ المناسبات، الله يفتح عليك. وهو الذي خلق من الماء خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا
فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما إلا مبشرا ونذيرا. وما أرسلناك وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما
قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى بك بذنوب عباده خبير الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن بلاش كتر منه الذي خلق السماوات والأرض الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما فاسأل به
وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء إبراجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد وهو الذي جعل الليل والنهار وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم. لله قوم أخلصوا في حبه فأحبهم واختارهم خداما قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا هنالك سجدا وقياما يتمتعون بليلهم ونهارهم لا يبرحون صياما هم صوم عن الحرام تعففا لا يعرفون سوى الحلال طعاما. أيها المستمع الكريم سعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة والتي قد تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد المهدي شرف الدين القارئ والمبتهل باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية. أيها المستمع الكريم هيا سويا نرفع أكف الضراعة إلى الله تعالى مع الابتهالات والتواشيح الدينية يقدمها لنا فضيلة الشيخ صلاح الدين محمود المسلمي فليتفضل مشكورا.